طيب خلونا نذهب إلى دبي بقى، من السعودية إلى دبي، في أحلى من كده؟ فيش أحلى من كده، خصوصا لما تكون اللي معانا من دبي واحدة من أعز صديقاتنا. أنت طب استني بس، نقول إيه؟ أنت هتدخلي فيها على طول ليه؟ لا ما ليس، مش هقول لك الموضوع، أنا بس هقول إنها حد إحنا بنعتز طيب جدا بيها. طيب هسيبك تقدميها. تمام اتفضل يا خير. أنت عارفين المؤثرين وصناع المحتوى إحنا يعني اللي في العالم كله، إحنا هنا بنهتم بيهم وهم بقوا جزء من حديث القاهرة وحديث الناس طول الوقت، وبدأنا بنشاور عليهم من زمان جدا. ناس عندهم ملايين المتابعات ومؤثرين جدا، لكن هؤلاء دبي قررت للمرة الأولى إنها تجمعهم في مهرجان عالمي، في عشرات أو مئات المؤثرين والشخصيات البارزة في مجال الإعلام الاجتماعي تحت مظلة اسمها مؤتمر المليار متابع. خدوا بالكم، الإمارات بتحتوي هؤلاء جدا، كل المؤثرين لهم مكان في الإمارات ولهم فرصة حياة وفرصة عمل وإقامات طويلة، لأنهم مؤثرين وواعدين جدا، خبرات وقصص على مدى يومين. امبارح والنهاردة كان في 40 مؤثر من دول العالم لهم قصص وخبرات وحاجات هتقدمهم لنا. الحكايه من دبي زميلتنا العزيزه جدا، اتفضلي يا كريم. اه طبعا سامحيني، احتفي بيها يا كريم. الستات تحتفل بالستات، وديانا الضبع حتى عامله مشاركات مهمه جدا من هناك، زميلتنا واحده من مؤسسين حديث القاهره وهي عزيزه على قلوبنا كلنا. ديانا الضبع من دبي، مساء الخير. مساء الفل. مساء النور. وحشتيني. ازيك يا ديانا؟ هتخسرينا بعض ونتخانق مين اللي يقدمك يا ديانا؟ مش معقول يا ديانا. يعني ده شرف كبير ليا، يعني ده موضوع ما فيهوش شك. انا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده من دبي. والنهارده كان تاني يوم واليوم الاخير من مؤتمر المليار متابع، والحقيقه فكره عبقريه عملتها اكاديميه الاعلام الجديد، وهي اكاديميه تابعه للحكومه الاماراتيه، ان هي قالت احنا عايزين في مؤتمر واحد وفي مكان واحد يكون فيه عدد من المؤثرين ليهم مليار متابع او ما يزيد. فالنتيجه طبعا ان هيبقى عندنا قمه او مؤتمر او فعاليه بيتابعها مليار شخص، وبالفعل في 75 كونتنت كريتر، بيسموهم كريترز حتى مش انفلونسرز، مش مؤثرين، كريترز هم بيصنعوا محتوى وصانع محتوى، اتجمعوا في دبي في نخل جميرة على مدار يومين، قدموا بانلز وورك شوبس وموضوعات متعدده وكثيره جدا، بس متابعها من خلال كاميراتهم وحساباتهم متابعيهم. واللافت جدا كان في الفعاليه دي، بالرغم ان هي تابعه للحكومه، الا اني غاب عليها تماما. انا اسفه، غاب عليها. خدي بالك من البلكونه ارجوكي. شفت بقى على طول، انت شكلك في ارتفاع مش هعرف الحقك. في ارتفاع خطر جدا. احنا هنروح فايرل، ما دي بقى في بعض المؤثرين عندهم قصص زي كده، ان هو من فيديو صغير زي كده او خطا، سواء مقصود او غير مقصود، الفيديو بتاعهم ينتشر ويصل للملايين. عظيم. ديانا انت حضرتي عدد كبير جدا، او احتمال كلهم، لان احنا عارفين قد ايه انت اكتف ومش بتسيبي حاجه، واحنا عرفنا ان المشاركين كانوا اعمار مختلفه من المؤثرين وصناع المحتوى في العالم. اصغر الاعمار كانت ايه؟ اكبر الاعمار كانت ايه؟ ايه اهم تجربه كانت ملهمه لفتت انتباهك، او الحاجه اللي تحبي تشاركيها معانا كانت في الاحداث امبارح والنهارده يا ديانا؟ طبعا كان احنا اختلفت القصص والاعمار والخلفيات للمشاهدين. فكان عندنا من اول، كان عندنا قصه مثلا لمي وماما وفاء. مي وماما وفاء هم مصريين لكن عايشين في نيويورك. ماما وفاء ام مصريه تقليديه تماما، من عيله تقليديه، وبنتها اتولدت في نيويورك في امريكا. فبنتها بدات تعمل فيديوز، ما كانش حد بيتفرج عليها كتير، لغايه لما اخت ماما وفاء كلمتها من مصر، قالت لها بنتك بتعمل حاجات حرام وما تصحش وبتاع. فالام استنت بنتها في البيت بالشبشب، فده القصه اللي حكوها امام يعني الملايين، لغايه لما البنت دخلت عليها لقت مامتها تهجم عليها وكذا، فقعدت اقنعتها وفهمتها امها اللي عندها 62 سنه، او يمكن وقتها كانت 60 سنه، وشرحت لها انا بعمل ايه، ويعني ايه كونتنت كريشن، ويعني ايه سوشيال ميديا وهكذا، لدرجه اني امها اصبحت بتشاركها في هذه الفيديوهات، واصبحت القناه بتاعتهم لها 3 مليون متابع في حوالي سنتين او اقل. واو. من سنتين، وطلعوا يحكوا للناس ازاي امي
ساعدتني ان يكون ليا ملايين المتابعين. فكان عندنا من اول 62 سنه اللي هي الست اللي حكت ازاي بعد عقود يكون سن معاش وكذا غيرت حياتها لطفله عمرها 8 سنوات، هي طفله روسيه امريكيه عمرها 8 سنوات اسمها ناسيا، اصبحت صاحبه خامس اكثر قناه يوتيوب مشاهده حوالين العالم. عندها عدد مول اظن 300 مليون متابع على مختلف منصاتها، وده رقم طبعا يعني رقم جنوني، رقم عندها 8 سنين بس بيقدم 8 سنوات. ومن القناه بتاعتها اصبح هناك كمان عده قنوات بتقدم ايه في قناتها دي يعني؟ بتقدم محتوى للاسره وللاطفال من اغاني لتربيه للعرايس، حاجات كثيره جدا. طبعا واضح يعني طبعا هو دي اسرتها الخلف ده طبعا، لكن هي اللي كانت البطله الرئيسيه للقناه بتاعتها يعني. فكان عندنا قصص من ديانا، كيف غاب الدحيح؟ انا اندهشت ان الدحيح مش مختار واحد من كبار المؤثرين في العالم. لا انا هقول لحضرتك، هو الدحيح كان موجود، وطبعا احنا عارفين ان غندور هو مؤخرا كمان تعاقد مع قناه المشهد، فهو كمان لاول مره هو الكونتنت بتاعه ومحتواه يتحط على محطه التلفزيون، وهي محطه اماراتيه اللي بيعملها توني خليفه من الامارات. لكن غندور ما كانش عنده منصه رئيسيه اللي هي في القاعه الرئيسيه، كان بيقدم ورك شوب. الورك شوبس هي اللي بيقدم فيها محتوى تعليمي اكتر من كونه بيحكي تجربه نجاح وخلاص، لكن بيعلم الناس ازاي يقدروا يعملوا محتوى زي اللي هو بيعمله. والحقيقه انه الاقبال على الورك شوب بتاعته كان بالطوابير لغايه اخر الهول خالص، لدرجه انا ما قدرتش ان انا ادخل، ومن كتر الاقبال والتزاحم اضطر ان هو يعيد المحاضره بتاعته مرتين علشان يكفوا الناس، وهما كفوهمش كمان. بحقد عليكي يا ديانا يا ضبع، ليه بحقد بس عليك؟ احنا فرحانين انها عندنا حد هناك صوت وصوره. كنت اتمنى اكون موجود في حدث زي ده واشوف جنبك كده وتقعد تشرحي لي وتفهميني ونلف في مكان وفي مع شخصيات زي دول. كان في كم مصري؟ كان مصري من المشاركين، كان في حوالي يمكن مش عدد كبير، يمكن كان في يمكن 5. باسم يوسف اعتذر في اللحظه الاخيره، وحتى بدون ابداء اسباب يعني، ما اتقالش ليه. كان في عنان اللي هو احنا استضفناه في البرنامج، استضفتوه في البرنامج، استضفناه. كان ايوه، وكان في دحيح، وكان في عدد من المصريين كمان قدموا تجارب في ازاي كيفيه اداره كمان المحتوى بتاع الانفلونسر. 5 من 40 ده كويس قوي، ده التوب. 5 من 77. طيب ديانا، سؤال اخير، هل عملوا ورش لتعليم الناس يعني بالمقابل ازاي ممكن يعملوا محتوى ويبقوا هم كمان صناع محتوى، ولا كانت بس عرض تجاري؟ الحقيقه الايفنت ده او المؤتمر ده كان بشراكه مع كبرى المنصات التواصل الاجتماعي، كان في ميتا اللي هو فيسبوك، كان في سناب شات، كان في يوتيوب، كان في عدد كبير جدا، لكن غاب عنه تويتر، يمكن لاسباب قصه ايلون ماسك بقى والتوتر اللي جوه تويتر، فغاب تماما عن المنصه عن المؤتمر. لكن بقيه الحاجات موجوده، تيك توك كان موجودين، وممثله او المديرين او ممثليهم في الشرق الاوسط ادوا الناس ورش تعليميه عن ازاي تحقق الاستفاده القصوى، واحنا ايه كمنصه اللي بنعمله عشان نساعدك انت ككريتور توصل منك للناس على طول. عظيم. ويعني لدرجه انه بعض المؤثرين هم بيتكلموا، او احدهم يعني قال انه احنا خلاص انت ما بقتش محتاج دلوقتي تروح لقناه التلفزيون اللي بترفضك عشان انت غير مؤهل، او شكلك مش احسن حاجه، او لبسك مش احسن حاجه، ما بقاش عندك مدير، انت منك للمنصه، منك لجمهورك، منك للوغاريتميات. ودي اكبر مساحات الحريه يا ديانا، وعلى قد ما احنا سعد على فكره يعني انت حضورك طاغي معانا وحشتنا. إيه؟ قالت لك احنا مالناش لازمه واحنا قاعدين ندح هنا، لا لا لا، وهم هناك مؤثرين وعندهم هم ملايين، احرار من ان هم يتحرروا من القيود بتاعتنا. يا خير، احنا لسه عندنا شويه قيود. سعاده جدا بالطاقه بتاعتك معانا يا ديانا، وترجعي بقى للتراث. شكرا، ميرسي ليك، شكرا، باي باي.